الحمد لله حمدا يليق بكمال ذاته وعظيم صفاته. سبحانه له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليه، هو سبحانه كما أثنى على نفسه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. شهادة نسأل الله عز وجل أن يمن بها يوم القيامة كتابنا، وأن ييسر بها حسابنا، وأن يثقل بها ميزاننا. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام الأتقياء الأنقياء الأصفياء، أرسله ربنا عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فختم به الرسالة، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به قلوبا كانت خلفا، وبصر به أعينا كانت عميا، وأسمع به آذانا كانت صما. أرسله ربنا عز وجل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاللهم صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين، واللهم صل وسلم وبارك على من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. صل يا ربنا عليه صلاة تكون لنا عندك يوم شفاعة يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب يا ربنا وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون. وارض اللهم عن صحابته وآل بيته والتابعين وتابع التابعين، وعنا معهم وبهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، التحية إليكم دائما موصولة، فربكم عز وجل سمى نفسه السلام، ودينكم اسمه الإسلام، ودار كرامة الله ورضوانه اسمها دار السلام، وتحية الكريم سبحانه لأحبابه في الجنات تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العلي القدير أن يحيينا وإياكم في دار رضوانه بتحية السلام، وأسأله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما. أسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ببركة هذا المجلس عنده في التو والحال من المذكورين، وأسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في مجالسهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وأسأله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم خير هذه المجالس ولا بركة هذه المجالس، وأسأله عز وجل أن يجعل آخر لحظاتنا في بيت من بيوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أحبابنا، ما أجمل أن نجتمع حول مأدبة الله عز وجل. أفضل ما يجتمع حوله الناس مأدبة الله عز وجل. ألا وإن مأدبة الله هي كلام الله، ألا وإن فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على سائر الخلق، ألا وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى جوار ربه، وقد ترك لكم أمران إن تمسكتما بهما لم تضلوا أبدا: كتاب الله عز وجل القرآن، وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع كلام الله نعيش نقتطف من أزهار هذا القرآن. عل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يشرح صدورنا وقلوبنا، فنقتبس نورا من ذلك النور، ونقتبس فضلا من ذلك الفضل، ونقتبس هداية من هذه الهداية. الله عز وجل أنزل لنا هذا النور لنعيش به ونحيا به، ويكون نبراسا لنا في كل حياتنا، يقودنا إلى رضوان الله عز وجل والجنة.
فهنيئا لمن استمسك به، وهنيئا لمن اعتصم به، وهنيئا من جعل القرآن دائما يقوده، دائما أمامه يقوده، سيقوده إلى رضوان الله عز وجل. والويل كل الويل لمن جعل القرآن خلف ظهره، فهنا يقاد به إلى النار والعياذ بالله. أحبابنا، ما زلنا مع سورة الانشقاق، حيث ابتدأها الله عز وجل كما ذكرنا في اللقاء السابق بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء انشقت، تصدعت وتشققت، وأذنت لربها وحقت، خضعت لربها لأمر ربها وحق لها أن تخضع، ولم لا؟ ولم لا تخضع؟ والله عز وجل الذي خلقها، والله عز وجل قال لها في قديم الأزل حين خلقها، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فحق لها أن تخضع لكلام الله عز وجل. وإذا الأرض مدت بسطت، فلا سهل ولا جبل ولا واد فيها، وألقت ما فيها وتخلت، أخرجت ما في باطنها وتخلت عنه تماما، طرحت ما في باطنها من الإنس ومن المعادن وكل ما في باطنها تخلت عنه. وعبر الله عز وجل بهذا اللفظ وتخلت، كأنما بالغت في بعدها عن ذلك الشيء، وبالغت في إلقاء ذلك الشيء، وأذنت لربها وحقت، هي الأخرى خضعت لأمر الله عز وجل، وخضعت لكلام الله عز وجل وأوامر الله عز وجل، وحق لها أن تخضع، فقد جبلت على أن تكون مطيعة لله عز وجل. لم تأخذ حق الاختيار، ولم تأخذ حق أن تفعل ما تشاء، وإنما هي خلقت مجبولة على أنها تطيع الله عز وجل ولا تعصيه. يا أيها الإنسان، وهذا محل لقائنا في ذلك اليوم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله عز وجل قدم للسورة بهذه المقدمة التي استمعتم إليها ليخبرك أيها الإنسان أن من هو أعظم منك خلقة، أن هناك كائنات أرفع منك في حجمها، أكبر منك في شكلها، أعلى منك في ارتفاعها، لا حدود لها، اسمها السماء، وأن هناك أيضا خلق من خلق الله عز وجل اسمه الأرض، لا تعرف طولها من عرضها. أنت أيها الإنسان بجوار السماء والأرض ماذا تكون؟ أنت تكون كنقطة في بحر. فالله عز وجل بدأ لك بالحديث عن السماء والأرض وكيف أنهما يطيعان الله عز وجل ولا يعصيانه، حتى إذا جاء الحديث إليك استحيت من الله. السماء لا تعصي وأنت تعصي، الأرض لا تستطيع أن ترد لله عز وجل أمرا وأنت ترد أمر الله عز وجل. من أنت أيها الإنسان؟ من أنت حتى تعصي الله عز وجل؟ من أنت حتى يأمرك الله عز وجل فلا تأتمر، وينهاك فلا تنتهي؟ أما علمت أنه بقدرته، لأنه خالق السماء والأرض، يستطيع أن يأذن للسماء أن تنطبق عليك؟ أما علمت أنه يستطيع أن يأذن للأرض أن تبتلعك في معينها؟ أيضرك حلم الله عز وجل عليك؟ كيف تطيعه السماء ولا تطيعه؟ وكيف تطيعه الأرض ولا تطيعه أنت؟ من أنت؟ ما في شيء في الوجود إلا يطيع الله عز وجل، إلا الإنس والجن، إلا هذين الثقلين. لماذا؟ لأنهما أعطيا حرية الاختيار، لأنهما أعطيا حرية أن يأتي أو لا يأتي، أن يطيع أو لا يطيع. لكن لا تجعل هذا الاختيار الذي أعطاه الله عز وجل لك سببا في هلاكك يوم القيامة، سببا في ضياعك عند الله عز وجل. لذلك الصالحون قبلنا كانوا في ساعات صفائهم يتمنون أن لو كانوا من بني الإنسان، يتمنون أن لو كانوا طائرا، أن لو كانوا كما قال الصديق تبنة تداس بالأقدام، أن لو كانوا من الطيور، لأنها يوم القيامة لا تعذب. قلنا سابقا
أن الشيخ كان يركب الحمار، فسئل من بعض قليل المعرفة قليل العلم، فقيل له: يا شيخ، أيهما أفضل، أنت أم الحمار؟ فسكت وقال: والله لئن أنا نجوت يوم القيامة من على الصراط ودخلت الجنة فأنا أفضل من الحمار، ولئن أنا وقعت من على الصراط يوم القيامة ودخلت النار فالحمار أفضل مني. لذلك يومها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فالسماء لا تعصي له، والأرض لا تعصي له، والقمر لا يعصي الله عز وجل. اقتربت الساعة وانشق القمر، لما أمره الله أن ينشق لحبيبه انشق. النار لا تعصي الله، لما قال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما وسع النار إلا أن تكون كما أرادها الله عز وجل، ما قالت له. البحر لا يستطيع أن يعصي الله عز وجل، لما أمره الله عز وجل أن ينفلق، أن يضرب فيه طريقا يبسا لموسى ومن معه، ما وسع البحر إلا أن يطيع أمر الله عز وجل. الجبال لا تستطيع أن تعصي الله عز وجل. السكين حتى وإن ظن الناس أنها تقطع بقدرة فيها ذاتية، لكنها حين قال الله لها لا تقطعي ما قطعت، وإبراهيم يحاول أن يقطع بها. فالله عز وجل قدم لك بهذه المقدمة في حديثه عن السماء والأرض، ثم أتى إليك أيها المخلوق الضعيف، الضعيف في خلقته، الضعيف في شأنه، القصير عمره، القليل طوله وعرضه، أتى إليك بعد الحديث عن هذه المخلوقات الهائلة الضخمة العظيمة، جاء إليك لكنه يكلمك من باب هو أهم ما فيك. قال لك: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، وأجمل ما فيك أنك إنسان، وأفضل ما فيك أنك إنسان. حق، السماء أكبر منك والأرض أعظم منك في خلقتها، لكنك أعظم مخلوق عند الله عز وجل. أتدري لماذا؟ لأنك إنسان. الله يخاطب فينا إنسانيتنا، يخاطب فينا أجمل ما وهبنا، أننا من بني الإنسان. وتعجب أنا والله الليلة وأنا قادم إليكم، تفكرت قلت: سبحان الله، الله عز وجل أحيانا يقول: يا أيها الناس، وهنا يقول: يا أيها الإنسان. فما الفرق؟ الناس والإنسان. لكن تعجب، كأن الله عز وجل حين يقول يا أيها الناس، الله عز وجل يخاطب جنسا بأكمله، وأنت واحد من ذلك الجنس. لكن حين يقول الله عز وجل يا أيها الإنسان، فكأن الله عز وجل يخاطب كل واحد منا على حدة، يخاطبك أنت ويخاطبني ويخاطب هذا وذا، كل على حدة، كل بمفرده. وعندها لو كانت لنا عقول تفهم، لو كانت لنا قلوب وصدور منفتحة، لتذكرت. هذا الخطاب يذكرني بيوم القيامة، يوم أن يكتنف الله عز وجل واحد كل واحد منا. الله عز وجل لن يحاسب الناس جماعات، لن يقول أهل بلد كذا ولا أمة كذا ولا قبيلة كذا قوموا للحساب، وإنما يقال فلان ابن فلان ليقم للعرض على الله عز وجل. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ستقف وحدك وتسأل وحدك أمام الله عز وجل. لذلك الله عز وجل هنا يكلمك أنت كأنه يكلمك وحدك، كأنك أنت كل واحد منا، كأنه هو وحده المخاطب. يا أيها الإنسان، يخاطب الله عز وجل فيك أعظم ما فيك، أعظم ما أعطاك الله عز وجل، وهو أنك إنسان، نفخ فيك الله عز وجل من روحه، ففيك أيها الإنسان أعظم شيء، وهو أن فيك من روح الله عز وجل. فيك أيها الإنسان أن الله عز وجل جعل الملائكة وهم خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جعلهم يسجدون لك. أتدري لماذا؟ ليس لطينيتك، وإنما لروح الله عز وجل التي فيك. فإذا سويته، ما قال فقعوا له ساجدين،
وإنما قال سبحانه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يا أيها الإنسان ذلك المخلوق الذي عظمه الله عز وجل رغم ضعف بنيته رغم قلة حيلته، إلا أن الله عز وجل عظم. لذلك هذه السماء ما خلقت إلا لك، والأرض ما خلقت إلا لك. فيا أيها الإنسان، يا من هذا شأنه، يا من فضله الله على سائر المخلوقات وسائر الكائنات لأن فيه نفخة من روح الله عز وجل، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان أنت كادح في هذه الدنيا، ستكد وتتعب وتجتهد، وكلنا ذلك الإنسان، كل الناس يكدون في الدنيا، وكل الناس يكدحون في الدنيا، وكل الناس يتعبون في الدنيا، ما في واحد في الدنيا إلا ويتعب ويكد ويكدح، لكن شتان بين تعب وتعب، شتان بين جهد وجهد، شتان بين إنسان يتعب في طاعة الله عز وجل وإنسان يتعب نفسه في معصية الله عز وجل. كأن الله عز وجل يريد أن يقول لك أنت ستتعب ستتعب، ستكد ستكد، فاجعل هذا الكد وهذا التعب في طاعة الله. ما أجمل أن تبيت ليلتك وأنت مجهد متعب في أمر فيه رضا لله عز وجل. حتى العمل الذي تعمله لتأكل منه رزقا حلالا، تأكل منه رزقا طيبا، إن ابتغيت به وجه الله، إن ابتغيت به أن تكف نفسك عن الحرام، إن ابتغيت به أن تطعم أولادك رزقا حلالا، فأنت تبيت وأنت في طاعة الله عز وجل، تبيت كادا متعبا من ذلك العمل الذي تستعين به على الرزق الحلال، فأنت في طاعة لله عز وجل. هل يستوي ذلك مع الذي كد وتعب واجتهد لأجل معصية؟ إن من الناس من يقطع آلاف الكيلومترات، آلاف الأميال، ليصل إلى مكان يعصي الله عز وجل فيه. نعم، موجودون ويركبون ويسافرون ويتعبون ويكدون وينفقون ويصرفون، ولكن كل ذلك لأجل معصية الله عز وجل. هل يستوي الفريقان؟ لا والله، لا يستوي من أتعب نفسه وكد في هذه الحياة لأجل رضا الله عز وجل، من يتعب لأجل أن يرتاح، مع من يتعب وهو لا يفكر في آخرته، وهو يعيش لنفسه، وهو يعيش لحياته حياة عما قريب تنتهي. لا يستوي الفريقان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا الكد وهذا الكدح الذي أنت فيه في الدنيا، سيأتي يوم تلقى الله عز وجل ليجازيك عن ذلك الكد وذلك الكدح، إما إن كان خيرا فخيرا، وإن كان شرا فشرا، إما أن تأخذ ثوابا، وإما أن تزداد كدا على كدك، وأي كد أمام كد الآخرة، وأي تعب أمام تعب الآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي ماذا؟ قد يكون ملاق ذلك الكد والتعب في الآخرة، وقد يكون ملاق جزاء ذلك الكد والتعب يوم لقاء الله عز وجل، أو فملاقيه أي ملاق الله عز وجل بذلك الكد والتعب الذي تعبته في الدنيا. على كل حال أنت في دار التعب والكد. ما من إنسان في هذه الدنيا أحبابنا إلا ومتعب، إلا ومجهد، إلا وكال، إلا ومجهد. هذه حياة جبلت على ذلك، لكن القضية كلها أي كد وأي تعب، تعب ستتعب، كد ستكد، ولكن هل هو في معصية الله أو في طاعة الله عز وجل؟ على كل منا أن يرى حاله وقد أتعب نفسه، ويسأل نفسه هل هذا التعب في مرضاة الله أم في غير مرضاة الله؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه
فجعلناه سميعا بصيرا. فأنت مبتلى في هذه الحياة، جعل الله عز وجل تعبنا وتعبكم وكدنا وكدكم فيما يرضيه عز وجل عنا وعنكم. Alors, nous vivons une deuxième séance avec l'exégèse de Sourat l'Inchiqaq, la Sourat qui est appelée de la déchirure. Le Cheikh, il a largement explicité les différentes parties de cette Sourat. Il reprend dès le départ comment Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs comment les savants ils l'ont appelé de par la déchirure, c'est par le premier verbe duquel, enfin, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la Sourat, quand le ciel se déchirera. Allah subhanahu wa ta'ala, avant cela, le Cheikh il a bien introduit son cours par l'importance de se réunir dans des assises où on parle du Coran. On parle du Coran, c'est notre héritage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, je vous ai laissé deux choses. Tant que vous les maintenez, tant que vous accrochez à ces deux choses, vous ne perdez jamais de chemin, vous ne perdez jamais le droit chemin. Quelles sont ces deux choses? Prophète, quelles sont les deux choses? C'est bien évidemment le livre. Le livre saint qui est le Coran et la Sunna. Et par la suite, Cheikh il nous dit félicitations pour ceux qui vivent avec le Coran, pour ceux qui laissent le Coran les guider dans la vie d'ici-bas. Félicitations et joyeux, ils seront bi'idhnillahi ta'ala, ils seront parmi les joyeux lorsqu'ils illumineront leur vie par la lumière du Coran. Leur vie est illuminée par le Coran. Et d'ailleurs, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette assise, il en fera partie. Et wal'iyadu billah, malheur à celui qui oublie le Coran. Parce que celui qui se fait guider par le Coran dans la vie d'ici-bas, le Coran, certainement, bi'idhnillahi ta'ala, avec la guidée et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera guidé vers le paradis. Wal'iyadu billah, et malheur à celui qui laisse le Coran, qui le laisse derrière lui. Et malheureusement, celui qui délaissera le Coran, il contraria le conseil du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et par la suite, malheur à lui lorsqu'il sera poussé par le Coran ou l'Iyadu Billah dans l'enfer. Et du coup, ce genre d'assises, ils sont tellement importantes parce que notre meilleur repas, notre meilleur menu aujourd'hui, c'est le Coran. Et on est en train de le détailler, de l'exéger, de s'expliquer et de, surtout, et certainement, avec la méthode de Cheikh, et de le méditer pour qu'on se pose des questions. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quand le ciel se déchirera, c'est le jour du jugement dernier. Alors le Cheikh il nous explique comment le ciel et la terre n'ont pas le choix. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il parlera de la terre. Et le ciel et la terre n'ont pas le choix. Cependant que l'homme, que l'être humain que nous sommes, on a le choix dans la vie d'ici-bas. On a toujours le choix. Sauf qu'après le choix, on doit accepter soit la rétribution, soit la récompense. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il introduit la sourate quand le ciel se déchirera et obéira à son Seigneur. Et là, cette notion d'obéissance, regardez, méditez autour du ciel, énorme soit-il, mais il est obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. En contrepartie, l'être humain ne l'est pas, malheureusement. Mais le verset, minime soit-il, très peu en matière de mots, très lourd en matière de signification, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ » et fera ce qu'elle doit faire. Ce qui fait que le ciel, et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala parlera de la même façon de la terre, et il dit, et il fera, c'est-à-dire le ciel ou la terre, et fera ce qu'il doit faire. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ » Une telle obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est fait parmi ses obligations, pour ça qu'il était créé le ciel, et par la suite, enfin, le ciel et la terre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé deux énormes créatures, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit attention, regardez, ils feront qu'est-ce qu'ils doivent faire et ils obéissent. Ils obéiront à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit la terre, il sera plane, il sera nivelé, il n'y aura pas de montagne, il n'y aura pas de descente, il n'y aura pas de rivière, il n'y aura pas de mer, il n'y aura pas de profondeur, il n'y aura pas de hauteur, il sera nivelé. Ce qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça fait parmi des descriptifs du jugement dernier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nivellera la terre. Ça va être plane, ça va être nivelé.
n'y aura pas de hauteur, pas de profondeur. Et par la suite, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Cheikh, il nous disait la dernière fois, comme si il s'est alourdi la terre. Il était impatient de dégager tout ce qu'il y avait dedans. Et par la suite, ce qu'il y avait dedans, vous rendez compte, c'est depuis les générations, et depuis la génération de Adam jusqu'à nos jours. Voilà, jusqu'à le jour du jugement dernier. Et la terre rejettera tout ce qu'il y a dedans. De par l'être humain, ceux qui étaient enterrés, et de par aussi, très certainement, tous les métaux précieux. Et il nous dit, il dit la même chose à l'art. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il l'art et fera ce qu'il doit faire. Et c'est de la même ayat. Wa adinat li rabbiha wa hiqat. Ya ayyuhal insan. Et là, un transfert magique de la manière et de la hauteur du Coran et de cette expression coranique, ce discours coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il nous dit, voilà, c'était le ciel, et par la suite, ce que fera la terre et vous, ô homme. Et là, Cheikh, il nous dit, regardez comment Allah il nous adresse la parole. Il n'a pas dit, ô les gens. Il a dit, ya ayyuhal insan. Il nous parle de façon directe, comme si le discours il était adressé à chacun de nous. Comme si chacun de nous, c'est pas comme si, mais réellement, chacun de nous, ça, pour le, enfin, on lui adresse la parole, on lui adresse le discours à lui seul. Ya ayyuhal insan. Ô homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme si quand même il nous rappelle la meilleure des qualités qui est en nous, c'est le fait d'avoir l'humanité et que nous soyons des hommes. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala, avant ce transfert, il nous a toujours dit avec la majestuosité de ces créatures, la grandeur de ces créatures, et ils sont obéissants. Il nous a parlé du ciel, il nous a parlé de la terre, comme il nous a montré comment il a fait, comment il a ordonné la mer pour qu'il fasse, il se donne un chemin pour Moussa et ses compagnons, et de la même façon comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le feu pour qu'il soit paix sur Ibrahim, et de la même façon. Il nous rappelle comme si l'ensemble des créatures obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà le message, le discours, il s'adresse cette fois-ci et à ce transfert à l'homme, ô homme. Et il nous adresse la parole, il nous adresse ce discours comme si il nous adresse à chacun de nous. À chacun de nous, oh, pourquoi? Pourquoi cette façon de faire? Parce que chacun de nous ira seul. Il ira seul face à Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous n'ira pas dans sa tribu, n'ira pas dans sa communauté, n'ira pas parmi sa patrie ou parmi sa famille. Il sera appelé seul, tel fils de tel, foulan ou nubinu foulan, un tel fils d'un tel. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous adresse la parole. D'ailleurs, Cheikh, il le précise encore une fois, il nous dit, ça fait partie des meilleures qualités que nous avons normalement, c'est le fait d'être humain. Et cette fois-ci, chacun de nous ira voir Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et par la suite, Cheikh, il nous dit, regardez, oh, malgré ta faiblesse, malgré ton étroitesse, malgré le fait que tu sois tellement minime, la plus minime peut-être, enfin une des minimes des créatures, malgré tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a valorisés. Il nous a valorisés, mais une telle grande valeur, c'est laquelle? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé en partie de nous son esprit. Ruhullah subhanahu wa ta'ala, dans chacun de nous. Et c'est de par cela qu'est l'être humain, il devient sacré. Et c'est par cela, c'est pas parce qu'on est fait de la terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les anges pour se prosterner à notre père Adam. Non, c'est parce qu'une fois qu'il a créé Adam de la terre, mais une fois qu'il lui a soufflé son esprit, subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'il a demandé, qu'il a ordonné à les anges à se prosterner à Adam. Et qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ô homme, toi qui tu t'efforces vers ton Seigneur, chacun de nous, il s'efforce, chacun de nous, il se fatigue, chacun de nous, il se donne tous les moyens pour qu'il soit le plus fatigué possible. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, puisque chacun de vous, il s'efforce, il y a cette fatigue permanente qui est une qualité, qui est une caractéristique de la vie d'ici-bas, il faut qu'il soit respecté. Pourquoi? Parce qu'on n'a que deux chemins, on n'a pas trois. D'ailleurs, la différence, comme on a dit dans l'introduction avec la création des cieux et de la terre, c'est le fait que l'être humain a le choix. L'être humain, il a le choix en permanence de faire des choix dans la vie d'ici-bas. Sauf que les autres créatures ne font pas ce choix. Et du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit?
Il me dit, إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. Tu t'efforces vers ton Seigneur et tu le rencontreras. Le Cheikh nous dit, il y a deux sortes de se fatiguer. La fatigue, elle est la seule, d'ailleurs. La fatigue, elle est la seule, mais sauf qu'il y a celui qui se fatigue dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sur le droit chemin, et celui, wal'iyadu billah, qui va voyager, qui va s'efforcer, qui va se fatiguer, qui va avoir vraiment, qui se donnera le malheur et le mal pour faire quoi ? Wal'iyadu billah, pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, une autre question qui se pose. Pourquoi j'en ferai pas partie de ceux qui se fatiguent? Parce que la fatigue, c'est une caractéristique de la vie d'ici-bas. Et nous, nous avons accepté de supporter ou d'assumer cette responsabilité. Autant de se fatiguer, mais dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh, il nous dit, même lorsque nous, on cherche sa subsistance, son salaire, son travail, ça fait partie, bi'idhnillahi ta'ala, de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, du moment que sa subsistance est licite. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, mais qui es-tu? Après qu'il ait parlé du ciel et de la terre, mais qui es-tu? Tu te prends pour qui? Regarde le ciel. Est-ce qu'il y a une limite pour le ciel? Est-ce qu'il y a une limite pour sa hauteur? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Regarde la terre. Est-ce que tu arrives à délimiter la terre? Est-ce que la terre, tu as pu découvrir toutes les notions de la terre et tout ce qui englobe la terre? Et malgré tout ça, ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et toi, ô être humain, et toi, pourquoi tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que tu te donnes le mal en permanence d'aller le voir? Et dans ce sens, et dans le fait que nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh, il dit, il y a deux explications possibles. Le fait de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, c'en est une. Voire de rencontrer, d'avoir la rétribution ou d'avoir la punition, d'avoir la réprimande. Et du coup, et on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, chacun de nous rencontrera son Seigneur. Et dans cette surah, c'est pour cela que le meilleur des pieux, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, qui aurait voulu être vraiment rien, qui aurait voulu être une paille, il dit, kuntu awaddu an akuna tabina, ya laytani kuntu tabina. Lorsqu'ils le pensent, parce qu'ils ont médité, ils ont cru, ils ont compris le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et toute la rétribution qui les attendait le jour du jugement dernier avec toute cette grandeur de ce jour-là, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, il aurait voulu être une paille. Et parmi un des pieux, quelqu'un lui pose la question, mais vraiment dans le sens de le toucher, dans le sens de lui faire du mal. Et lui dit, oh Cheikh, il montait son âne, il lui dit, quel est le meilleur, toi ou ton âne? Le Cheikh, il regarde cette personne pieuse, il lui regarde là lentement, puis après un long silence, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, si j'arrive à réussir de passer le pont vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le paradis, moi je suis meilleur que lui. Mais si j'arrive pas, si j'échoue, l'iyadu billah, et je passe pas par le pont, par Sirat, lui il est meilleur que moi. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, et tu le rencontreras. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette liberté qui est grandiose, c'est la liberté de choisir, dans le choisir dans la vie d'ici-bas, et autant de faire le bon choix. Et là, on a les deux équipes. Une équipe qui a tellement eu du mal. Et les deux équipes, ils partagent un point commun. Ils sont donnés le malheur et le mal et la fatigue. Et ils se sont fait s'efforcer. Mais en fait, lorsqu'on s'efforce, on se avance vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il nous dit, toi, ô homme, toi que tu t'efforces pour vers ton Seigneur, vers ton Seigneur sans relâche. Nous, on ne lâche pas prise. Sans relâche, tu t'avances vers ton Seigneur et tu le rencontreras. Est-ce que les deux équipes, ils sont égales? Est-ce que les deux équipes, ils ont la même place? Est-ce que les deux équipes, ils ont le même devenir? Et c'est à nous de choisir une des deux équipes. Allah Ta'ala, salam. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Innaka kadih. Labudda annaka satakdah. Al-mas'alatu muntahiyah. Fal-kadhu wahidun. Al-ta'abu wahidun. Lakinna al-ghayata mukhtalifah. ولما كان الكدح واحد في الدنيا التعب واحد الإنسان قد يسافر سفر يتعبه لكن هذا يسافر في طاعة الله وهذا يسافر في معصية الله التعب واحد لكن الغاية مختلفة كذلك يوم القيامة ما يترتب على الكدح مختلف حسب ما كان سبب كدحك في الدنيا تكون النتيجة يوم القيامة فالله عز وجل عادل ف
فلذلك لا يستوي من كان كدحه وتعبه في الدنيا لمعصية الله مع من كان يفعل ذلك طاعة لله عز وجل ومرضاة لله، لا يستوي الفريقان. والموعد يوم القيامة، واللقاء أمام الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كما عودنا الله عز وجل أنه في هذه الصور القصار من هذا الجزء الأخير يجري لنا مقابلة بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السعادة وأهل الشقاء، كما رأينا في سورة عمة أجرى الله عز وجل لنا مقابلة بين الاثنين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صنف أول. الصنف الثاني: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إلى آخر الآيات. رأينا في سورة عبسة كيف أن الله عز وجل أجرى المقابلة بشكل أسرع بلقطة سريعة لكنها معبرة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الآن في هذه السورة الله عز وجل يعطينا مشهدا آخر من مشاهد يوم القيامة، لقطة أخرى من لقطات يوم القيامة، ويا لها من لقطة ويا له من مشهد. حين تتطاير الصحف، هذه لحظة أخذ الكتاب، هذا الكتاب الذي أنت من سطره بعمله، هذا الكتاب الذي كتبته أنت بكدك وتعبك وجهدك في الدنيا، كنت تكد في الحياة لتسطر كلمات هذا الكتاب. إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه ساعة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حين ينادي الجليل اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى إلى النار عطشانا. هذه لحظة تتطاير فيها الصحف، فمنا من يأخذها باليمين ومنا من يأخذها بغير اليمين. جعلنا الله إياكم من أهل اليمين. بعد كدك وتعبك في الدنيا تأتي ساعة الثواب والعقاب على ذلك الكد. يا أحبابنا، هذا يوم مضى عليكم وأيام كثيرة تمضي علينا، جعل الله عز وجل فيه لك ليلا ونهارا 24 ساعة بحساباتنا. في أي شيء كان كدك؟ كم من اليوم كان لله وكم من اليوم كان لغير الله؟ مع العلم أن كل عمل مباح إن كانت النية فيه نية صالحة فهو في ميزان حسناته، فهو يكتب أنه أجر لك لا عقاب عليك. إذا كنت تريض أبنائك حتى تخرجهم، ترفه عنهم، تقصد بها أن يعودوا ناشطين في طاعة الله عز وجل، أن تعطيهم حقهم عليك في غير ما يغضب الله عز وجل، فهو لك إن صلحت نيتك واحتسبته عند الله عز وجل. اليوم يوم الثواب أو العقاب، فيبدأ الله عز وجل يوضح الصنفين بشكل مختلف. فأما من أوتي كتابه بيمينه
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذه لحظة من أول لحظات يوم القيامة، لأن ما بعدها مترتب عليها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا إنه ظن وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وتعجبوا من التعبير هنا، لم يقل بشماله وإنما قال وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. إنها لحظة وأي لحظة، ومشهد وأي مشهد، ما بعده مترتب عليه، الجنة والنار تترتب على ذلك المشهد. صور الله عز وجل لنا مشهدا أول لأهل الصلاح والتقوى، لأهل الكد والتعب في مرضات الله. يا من قطعت مئات أو آلاف الكيلومترات لأجل أن تزور والديك، لأجل أن تصل رحمك، هذا التعب ما ضاع هباء، هذا الكد ما ذهب هكذا، وإنما تجد اليوم ثوابا، تجد اليوم الجزاء على ذلك الذي فعلت، على ذلك الذي قدم. ويا من سافر وقطع الأميال لأجل معصية الله، ستجد اليوم عقاب ذلك الشيء. يا من عاونت أخا لك يحتاج لك، يا من عاونته في قضاء حاجته وتعبت معه طوال اليوم وأنت تسعى معه، تجري معه، تحاول أن ترفع عنه ما نزل به من البلاء، اليوم يوم الثواب، اليوم ترى ثواب ما قدمت، اليوم ترى ثواب ما عملت. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أهل السعادة، أهل الصلاح، أهل الكد فيما يرضي الله عز وجل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كم تدفعون في تلك الآية؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والله يا أحبابنا، أعمارنا كلها بكدها وتعبها وعرقها وجهدها، بذهابها وإيابها، بسهرها وطولها، لا تعدل. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أتدرون ما معنى حسابا يسيرا؟ أي أنه في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لن يحاسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ناقش الحساب عذب، الذي يناقش في حسابه يعذب. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، كيف؟ ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إيش في واحد يحاسب حساب يسير وواحد يحاسب حساب غليظ؟ قال: ليس ذلك، وإنما ذلك العرض. معنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي يعرض فقط، يعرض عليه عمله فقط دون مناقشة، دون أن يقال له كذا ويجاوب ويسأل ويجاوب، لا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا معناها أنه لن يناقش، لن يناقش الحساب، لكن من يناقش الحساب عذب، من ناقش الحساب عذب. أما فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي أنه يعرض ولا يحاسب. نحن في الامتحانات على سبيل المثال، يأتينا طالب ترى هيئته، ترى منظره، ترى فيه إنسانا حافظا لكتاب الله، فإذا جلس أمامك تريد أن تمتحن في سبعة من أجزاء القرآن، فتقول له: ماذا تحفظ من كلام الله؟ فيقول لك: أحفظ القرآن كاملا. أنت تريد سبعة فقط، لكنه يقول لك: أحفظ القرآن كاملا. فربما تقول له: هذه الثقة عنده تفهم منها أنه إنسان حافظ، فإن قرأ لك الفاتحة بصوته ورأيت إتقانه ما سألته، قلت له قم، وأعطيته آخر درجة، أعلى درجة. ويأتيك إنسان آخر ترى من هيئته أنه غير حافظ، فيدخل عليه فتقول له: قل كذا، فلا يجيب. فتزيد تسأل مرة أخرى: قل كذا، فلا يجيب. سؤال ثالث تبحث له عن شيء حتى يأخذ عليه درجة فلا تجد، تزيد في سؤاله، تطول معه. يدخل إنسان الامتحان يخرج في خمس دقائق، وإنسان يدخل يبقى ساعة كاملة. هذا ولله المثل الأعلى. أما الأول
فمعلوم من هيئته وشكله وقدومه أنه إنسان قد عمل ما عليه واستعد لذلك اليوم وأعد له عدته وحضر إجابته. فاليوم لا يناقش الحساب وإنما يعرض فقط العمل ثم ينادى به بعد ذلك إلى الجنة. هؤلاء أهل الصلاح والتقى، هؤلاء الذين لا يقفون ولا يطولون في الحساب أمام الله عز وجل. إن من الناس من سيدخل الجنة بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب. فقال سيدنا عكاشة أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت منهم، جعلنا الله وإياكم منهم. أما الذي سيقف ويناقش الحساب سيعذب، فبعدها إلى النار، فإما أن يخلد فيها وإما أن يبقى فيها حينا حتى تأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فتخرجه من هذه النار. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. انظروا يا أحبابي، انظروا إلى هذا التعبير القرآني الإلهي، وينقلب إلى أهله مسرورا. الواحد منا حين يسافر قليلا بعيدا عن أهله ويقترب وقت رجوعه إلى أهله إلى أبنائه إلى بيته، انظروا إلى سعادته، يريد أن يطوي الأرض طيا، يريد أن يطير بجناحين حتى يصل مسرعا إلى أهله إلى أبنائه. لماذا؟ لأنهم أحب الناس إلى قلبه على وجه الأرض، يحبهم ويحبونه، وهم يستعدون هناك لاستقباله، يعدون كل شيء لاستقبال ذلك الغائب الحبيب الذي غاب عنهم والآن يرجع. كذلك العبد التقي قدومه على الله عز وجل كقدوم ذلك الغائب على أهله، وبعد أن يرى ما هو فيه ينقلب إلى أهله مسرورا، يرجع إلى أهله سعيدا. كم تدفعون في ذلك يوم القيامة أن تذهب إلى الحساب ثم تنقلب إلى أهلك مسرورا؟ بالله عليكم، لو حكم على واحد منا في الدنيا بالإعدام أن يعدم، وبينما في اليوم المحدد لإعدامه ذهب ليعدم وحضر كل شيء وجهز كل شيء، وبعد أن دخل على طاولة الإعدام إذا به تأتيه براءة ويأتيه عفو من ذلك الإعدام، ثم يرجع بعد ذلك إلى أهله، في طريق رجوعه كيف يكون حاله؟ كيف يكون شأنه وهو عائد من الموت إلى الحياة؟ كذلك من يقوم للوقوف بين يدي الله، للعرض بين يدي الله عز وجل، لا يدري سينادى عليه بعدها إما سعد فلان بن فلانة سعادة لا يشقى بعدها أبدا، أو شقي فلان بن فلانة شقاء لا يسعد بعده أبدا. فهو داخل كأنه ذاهب إلى الإعدام. فتخيل حالك، تخيلوا مصيبتنا أننا لا نتخيل ذلك اليوم، أننا لا نتصور ما في ذلك اليوم. تخيل نفسك وقد عرضت على الله عز وجل ثم نودي بك بعدها إلى الجنة فانقلب. قيل أنه انقلب إلى أهله إلى أبنائه إلى زوجه الذين سبقوه إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم ممن يدخلون الجنة مع أهلهم، فينقلب إليهم في الجنة مسرورا، هم سبقوه إلى الجنة ولا يدري أدخل الجنة أو لا أدخل الجنة، فينقلب إلى أهله وفيه ذلك السرور ذلك الانشراح. أو أنه ينقلب إليهم في أرض المحشر، ينقلب إليهم مسرورا، لكن الأولى المعنى الأول أولى، لأنه اطمأن على أولاده، فالآن ينقلب مسرورا دون ما شيء ينكد عليه موقفه ذلك، فينقلب إلى أهله، قد يكون أبناؤه وقد يكون إخوانه وقد يكون بني الإنس الذين دخلوا إلى الجنة، ينقلب إليهم فرحا مسرورا. في آية أخرى يقول الله عز وجل، يقول هاء مقرؤ كتابي، هذا الكتاب الذي أدخلني الجنة، هذا الكتاب الذي أخذته باليمين، هاء مقرؤ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، إني أعددت لذلك اليوم عدته، كنت أتعب وأكد وأسهر في الدنيا لأجل ذلك اليوم، فاليوم عوضني الله عز وجل خيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، جعلنا الله وإياكم من ذلك السلام. Alors,
Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit pour, enfin, un cheikh, il nous a expliqué comment les sourates de Juz Amma, le dernier Juz, le Hizb 58 et 59, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous fait à chaque fois un parallélisme, un parallèle. Un parallèle entre les deux équipes. Ceux qu'on espère être parmi eux, ceux qui iront au paradis, et comment Allah subhanahu wa ta'ala leur avait décrit, comment ils reçoivent leur livre, et comment ils s'affrontent, ou comment ils se préparent pour le jugement, et comment ils se préparent pour être exposés, ou pour que leurs actes et leurs œuvres soient exposés vis-à-vis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux, malheureusement, et ceux qui iront à l'enfer, et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. Et donc, alors là, on passe à un moment très, j'allais dire fatidique, un moment exceptionnellement gravissime. C'est le moment où chacun de nous touchera quoi ? Il touchera son livre. Chacun de nous touchera son livre. Et en fonction que de la manière avec laquelle tu aurais touché ton livre, ton devenir et ton destin se dessinera facilement, parce que c'est le moment fatidique, c'est le moment crucial.